ابن سعد. إذا مشاهدينا الكرام، شوطنا الأول في جزئه الأول فتحت البوابات له الآن. سيداتي وسادتي، المستورد الإنتاج عمر 3 سنوات على مسافة 1800 متر على بركة الله تعالى. وشاهد الآن الانطلاقة من الخارج لشبل دلهام، محاولات أيضا من الداخل هنا ليتحكم طبعا في بداية هذا الشوط من الداخل، يحاول أن يتقدم في هذا الشوط مع المحاولات التي تأتي الآن لفراك في محاولة التقدم أيضا إلى المركز الأول وخطف الصدارة والمركز الأول. فيما يمدي يأتي في هذه اللحظة في محاولة أيضا التقدم في هذا الشوط، يمدي لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من الوسط ومن الداخل الآن فراك لأبناء زايد بن عميرة مع عبد الله العوفي بشعار زايد بن عميرة في هذا الشوط أيضا، والتقدم المطارد الملاحقة تأتي لسرور في هذه اللحظة. ومن الخارج الآن أشاهد عطاوي لرفاعي بن صنة الغريبان أيضا يتقدم في هذا الشوط كذلك عفوا في محاولة أيضا الظهور في هذا الشوط بمستوى متألق. التقدم يأتي الآن لسرور من الخارج ومن الداخل لفراك في المركز الأول مع المحاولات التي تأتي في هذه اللحظة لمقام السعد، محاولة التقدم إلى المركز الثالث في هذا الشوط، وكذلك المطاردة والملاحقة من البقية الباقية من الخيل المستوردة والإنتاج عمر 3 سنوات في هذا الشوط مع الاقتراب من المنعطف الأخير. مشاهدينا متابعينا الكرام، الثنائي في هذه اللحظة سرور وفراك في المركزين الأول والثاني. فراك في المركز الأول يحافظ من الخارج، الآن يأتي مقام السعد بشعار ابن أبريكان بن سلطان البقومي، يحاول الآن مع فهد الفريدي يأتي مقام السعد، فيما فراك لأبناء زايد بن عميرة مع عبد الله العوفي يحافظ على الصدارة، محافظة على الصدارة لفراك. فراك يأتي في هذه اللحظة ويحافظ على الصدارة حتى النهاية، من البداية حتى النهاية فراك هو المنتصر وصاحب المركز الأول. إذن ما شاء الله تبارك الله، فراك لي